مناقشة كيفية التحرر من فكر وطاقات الكائنات السلبية. شخص يسأل حول كيفية التعامل مع الكائنات السلبية، يقول يأتوه أو يعتقد بوجود كائنات سلبية في الليل. يا أخي ويا أختي، استلم اليوم وكل يوم ضوء الأكوان، وأعرف حقيقتك أنت ضوء أبدي، وضوءك ينير كل الأكوان. أعطي تعاريف. لاحظ ماذا نقصد. ما معنى الليل؟ أنت تقول، أو الشخص يسأل يقول يأتوني بالليل. طيب عرف الليل. تمام، عرف ما معناه، عرف ما معناه كائن سلبي. طيب، وعرف من أنت. الشخص إخواني وأخواتي هو أتى بكل المصطلحات، أتى بمصطلح الليل، وأتى بكائن سلبي، ويأتوني ويعتقد، ووضعها في وعيه. أنت يجب أن تعرف الحقائق الكونية وطبيعة هذه الأكوان، طبيعتك، وليس أنه أنت تأتي مباشرة وتقول يأتوني أو أعتقد بوجود كائنات سلبية في الليل. أعطي تعاريف لليل. ما معنى ليل؟ ما معنى كائن؟ طيب، من أنت الذي يفكر؟ يعني لو نخرج للشخص قلبه، نفترض، وهو ينظر إلى قلبه ونقول له هذا أنت، يوافق؟ لا يوافق. فإذا الذي يسأل يعطي تعريف مين هو. ابقوا معي يا إخواني وأخواتي بهذه المناقشة، مناقشة مهمة جدا. الليل، الجواب، الليل ما فيه ليل. هذا أجيبك، ما فيه ليل. الليل هكذا يكتب. يلا خلي شلون نكتبه. الليل مصنوع، النهار مصنوع، افهم الأمر. الأرض مصنوعة، النجوم مصنوعة. إيه؟ نحن نعيش في أكوان هولوغرافية. عندما تسمعون أكوان هولوغرافية، يعني هناك يد، أيادي، عقول نسميها يد أيادي، يد أيادي، عقول تدير، أوكي، حركات ونظام الأكوان. فأنت تعتقد، أنت تعتقد بالوجود السلبي، أنت تعتقد بالوجود السلبي، أنت تعتقد بجسمك، أنت تعتقد بالكائن السلبي. وبعدها يصبح لديك قناعات تسيرك. الآن نأتي، عرف ما معنى سلبي أصلاً. يعني هذا سلبي، ما هو معنى سلبي؟ ونحن قلنا نظرية، انتبهوا شبابنا، نظرية الثنائية اللي يتابعون برامجنا، يعني كل شيء إيجابي سلبي، الإيجابية السلبية، تسمى النظرية الثنائية، النظرية القطبية. هذه ليست الطبيعة
الحقيقية. انتبهوا يا شبابنا، هذه ليست الطبيعة الحقيقية. الأكوان يعني خلينا نقول بهالمصطلح يعني حياتنا، تمام، أرواحنا، وعينا، نحن، أنفاسنا، طاقات ضوئية. الأرض التي تروى هذه مغطاة بتلوثات، مغطاة بتلوثات. أوكي، التاريخ لوثة، يعني لم يعطوا التاريخ الحقيقي، التاريخ لوثة، تمام. هذا التراب، التراب هذا الذي تروه بالأرض، التراب في الأرض، هذا ليس من طبيعة الأرض. طبيعة الأرض طبيعة كريستالية، طبيعة الأرض طبيعة كريستالية، نعم، يعني المادة الأولية لروح الأرض، روحك، you see، حقيقة روح النجوم، روح الأكوان هو الضوء. فالطالب يحتاج أن يعرف، يحتاج الطالب، اكتب هنا، الطالب يحتاج أن يعرف أن السلبية، اكتبها هذه، تمثيل، انتبه، تمثيل، ركز، السلبية ماذا؟ تمثيل، نعم، كل السلبية تمثيل، كلها، الظلام تمثيل، البرد تمثيل، الخوف تمثيل، نعم، المعرفة، تعرف هذا، أن حقيقتك أنت ضوء الأكوان. الكائن السلبي، الآن نقوم بتعريف، تعريف الكائن السلبي، ما هو هذا الكائن السلبي، صلح هذا شبابنا، الكائن السلبي، تعريف الكائن السلبي، ما هو هذا الكائن السلبي، أنت بنيته وأعطيت له صفة تامة، يعني كائن سلبي، ليس هكذا، ما هو هناك روبوت، هناك روح معلقة، انتبه، تمام، هناك حتى هذه شبكات الأجهزة الإلكترونية، تمام، والإلكترونيات هذه فيها، أوكي، ترددات واطئة، فهو الكائن السلبي، ننتبه رجاء، تعريفه يعني خلينا نقول من العمق، هو ترددات واطئة. يعني مثلا بالترومات، شوفوا شباب بالترومات، تمام، لديهم أجهزة يقيسون الجسم الأثيري ويرون مثلا المخاوف عند الشخص، تمام، هي تظهر، يكشفوها، وبعدها أوكي يعطوك أو يرسلون، يعطوك أو يرسلون، ها، صورة كائن للتخويف.
أو حركة كائن للتخويف. طيب صورة كائن للتخويف، انتبه، ما هو هذا هوليغراف. حركة كائن للتخويف هذا هوليغراف، لا تنخدع. هوليغراف لا يعنيك، لا يعنيك، أقصد عندما تعيش وتعرف حقيقتك كيف تتعامل مع الترددات الواطئة. نقول يعني هذه حتى كلمة كائن سلبي هي ليست صحيحة حقيقة، يعني ممكن نمشي مع الترددات الواطئة. أنت هنا نفترض هذه الأرض، تمام، وتبدأ تعرف أنك تعيش في أكوان هولوغراف حقيقة. هذه نفترض يعني الكواكب، المجرات، وعندما تبدأ التمثيلية أنت هنا، وهذا كائن سلبي أو ترددات واطئة، ترددات واطئة، أنت تقوم بالرجوع لحقيقتك، تشع ضوء، يعني أنت وعيك هو يأتيك من هنا، خلينا نقول بهاللهجة، يأتيك من هنا، أنت وعيك ترفعه وتكون المنظور والغير المنظور. أي نعم، لأنه أنت في حقيقتك كما قلنا أو نقول باستمرار، أنت كائن متعدد الأبعاد، بحيث أنت تكون الآن كل الضوء، أنت تكون ماذا؟ أنت تكون كل الضوء. فهذا الكائن السلبي أو الترددات الواطئة ما تقدر عليك، ما تقدر، لأن أنت عرفت أن هذا الكون الهولوغرافي مصنوع من قبل كائنات، وقسم منها أوكي عندها ترددات واطئة، وقسم منها عندها ترددات إيجابية عالية. هناك فيديو مهم جدا راح نشاهده في هذه المناقشات، في هذه الحلقة حنشاهدها جزء منها. توني رودريغيز، فهو لقاء يجتمع فيه الدكتور مايكل سالا وأليكس كولير وتوني رودريغيز ولينا دانن من قناة الدكتور مايكل سالا، فهو يوضح كيفية التعامل مع كائن أو كائنات في تجارب الخروج من الجسد. نسمع ما يقوله وبعدها نناقش هذا الموضوع. أوكي؟ So we were trained when we were trained in the program, we were taught that if we encountered another mind while we were out of body, that the strategy was to out create them. So if you were out of body and another entity came up and was attacking you, you would just imagine the opposite of the attack. And I always call it the Felix the Cat. You had your magic bag and you pulled out what you needed. And it didn't matter what, if an entity put you in a box, then you became small to sneak out. And if you were in glass, then you became light to shine out to escape. That's how we were trained. We were literally trained on that, to always out-create. The creativity in that state of mind when you're out of body was actually the supreme strength to have. What to be, whichever mind was more creative was going to win. So it was about creativity. فهنا يتكلم حول creating، الخلق، التكوين. يقول مثلا إذا في تجارب
الخروج من الجسد، تمام؟ إذا كائن يهاجمك فأنت، ننتبه الآن، أنت تعكس العملية. يعني هو يقول مثلا إذا هو هذا الكائن وضعك بصندوق، ها، فأنت تكون يعني نقطة صغيرة وتخرج، تمام، تخرج من الصندوق. يعني هو الكائن يأتيك، أوكي، بحركة، أنت تكون كرييتيف، يعني تعرف كيف تخلق، كيف تتصرف. فإذا يضعك بصندوق أنت تصبح صغير، نعم، بفكرك بوعيك، وتخرج من الصندوق. إذا وضعك بزجاجة فأنت تشع ضوء وتخرج من الزجاجة، تكون يعني بوعي وبطاقات أنك تتوهج بالضوء وتخرج من الزجاجة. فأنت أخي وأختي، أنت عندك كل القوة، you see، أنك تكون ماذا؟ تكون creative، تعلن، تقول أنا المنظور، أنا الغير المنظور، ترى نفسك، روحك، أنفاسك، ضوء الأكوان، تتنفس وتقول في كل نفس أتنفسه أعيش ضوء الأكوان، أعيش روح أبدية. هو يعتمد أيضا على نوعية الترددات الواطئة. ما هو إذا هو كان روح معلقة فهذا تراه بروح العطف، إذا كان روبوت ممكن تملأه بالضوء، توقفه، تمام، ممكن حتى تتكلم معاه، تقول له ارجع إلى الضوء. هذه ليست حياتك، أنت عندك كل القوة، أنت، اكتب هذا، عندك كل القوة في أن تكون ما تريد. لاحظ، تملأ الأرض بالضوء، تملأ الأرض بالضوء، تتنفس وتملأ مكانك بضوء الأكوان. أكو نقطة مهمة جدا حقيقة وصلنا إليها، وهو مسألة، أكتب هذا، مسألة النسخ الكونية. ما هو أنت، لاحظ هو بهذا السؤال، أنت تعتقد أنت جسم واحد، أنت تعتقد أنت جسم واحد، تمام، ومكان واحد، هذا خطأ، هذا خطأ كبير، أكتبها، هذا خطأ كبير. أنت كائن، لاحظوا، أنت كائن متعدد الأبعاد، هذه معرفة مهمة، ولديك نسخ أخرى عليا أنت متصل معها باستمرار، أنت متصل معها باستمرار. على الطالب وهو في الأرض أن يعيش بطاقات وفهم ومعرفة أن حقيقته أنت قائد كوني. أيضا تتدرب تدريب مستمر في محبة النفس وبركات حياتك في الأرض. أن تعرف يا أخي ويا أختي أنت مركز الفرص الأبدية، هذه حقيقتك. فهنا نرجع، الإنسان مش نسخة واحدة، هذا مبدأ محدود. فأنت موجود في الأرض، لديك النسخ الكونية الأخرى موجودة آنيا معك في أبعاد أخرى، أنت كائن متعدد الأبعاد. فبمعرفة هذه النقطة المهمة في حياتك فأنت تستطيع التعامل مع أي ظرف كان في الأرض، لأنك أنت تقوم بتفعيل النسخ الكونية الأخرى في حياتك الأرضية وتستمد منها القوة والحكمة والحماية. هذا ليس مجرد كلام أنا أقوله فقط، هذا
يا أخواني وخواتي الأعزاء، هذا مبدأ كوني ثابت، إننا كائنات متعددة الأبعاد. نشاهد معا ما يقوله الفرنسي جان شارلز موين، الشخصية المعروفة في الالتقاء بالكائنات الكونية، والذي لديه تجارب عظيمة في التقائه بالكائنات الكونية في هذا اللقاء مع الدكتور مايكل صلا من قناة الدكتور مايكل صلا. فهو في الأرض لديه نسخ أخرى في ظروف أخرى، هذا كلامه، في ظروف أخرى وفي حياة أخرى في أبعاد أخرى في نفس الوقت. تمام، شاهد هذا. There are many, many timeline, and maybe I spoke to you now, and maybe another me in the different timeline worked for something else. Because you know, when you have a déjà vu, it's probably because there is another timeline with you, my friend, and me spoke about something else, and sometime the timeline cross. And we have, oh my God, I lived this before. So I suppose we are many lives, like many layers. And at the same moment, there is an echo wave of what we do in other space time. فعندما تقول أنا كائن أبدي، أنا المنظور وأنا الغير منظور، روحي من روح الأكوان، في كل نفس تنفس وأعيش قوة أبدية، هذا مهم جدا. فهذا إعلان إلى الأكوان، وهذا الإعلان هو طاقة خالقة يغير الظروف. تمام، مهم هذا الأمر. أيضا النسخ الكونية أنت تستدعيها دائما، تقول أتحد، أكتب هذا، مع طاقاتي الكونية، تسحبها إلى وعيك، إلى فكرك. أنت لديك نسخ ضوئية في أبعاد عليا، بالخامس، بالسادس، بالسابع، فاتحد معها. بمعنى يعني طاقاتك الفكرية والعاطفية والفلسفية، نقول في انفتاح. فعندما تتحد مع النسخ الكونية، مع طاقاتك الكونية، ممكن هكذا نسميها، فهذا الكائن السلبي أو الترددات السلبية لا تستطيع عليك أبدا أبدا أبدا. الامتنان مهم جدا شبابنا، تحب نفسك، تبارك نفسك، أيضا تقوم بإطفاء هذه الأجهزة، إطفاء، أكتب هذه الملاحظة، الموبايل فون، الروتر، مهم هذا الأمر حقيقة، هذه بتاع الإنترنت، لأن هذه أيضا تولد ترددات واطئة. الطبيعة، طبيعة جدا مهمة، تذهب إلى الطبيعة، تبني صور، ترى بفكرك أن الطبيعة تسحب منك كل الترددات، أوكي، يعني المخاوف، العواطف السلبية، المشاعر السلبية تنسحب، يعني أنت تتحد مع قوة الكون، تتحد مع قوى الكون الإيجابية. تشعل الشموع، مهم هذا الأمر حقيقة. تتحد
أنفاس الأكوان، يعني وأنت تتنفس، اكتب هذا، أنت تتنفس ترى، أنت أنفاس الأكوان. البناء الإيجابي، ترى وأنت نجمة ضوئية، هذا مهم، أنت نجمة ضوئية تنير كل الأكوان. أريد أيضا أن أوضح نقطة، ماذا لو ممكن، يعني نفترض عملوا لك 4 كائنات سلبية، نفترض، خليكي هاي نوضحها، أنا أقول لك حتى لو 1000 كائن سلبي، هذا لا يهم لأنه كله تمثيل، فأنت هنا ماذا تكون؟ أنت تكون 1,000,000، انتبه، 1,000,000 طاقة ضوئية، أنت يعني أنت تكون 1,000,000 طاقة ضوئية، كرات ضوئية، وتغلف هذه الكائنات، ما حتقدر أو حتى تهرب أو ما تقدر يعني، وتغلف هذه الكائنات. اكو شيء مهم ايضا بمساله الدي ان اي، شباب نخلي نتكلم حول هذا، الدي ان اي هذا مهم الذي اقوله، تبني صور، تمارين هذه، عندما اقول تبني صور يعني تتمرن عليها، تبني صور ومن اعماقك انت ترى سبايرال، حلزونيات ضوئية، أنت هكذا تكون، حلزونيات ضوئية، وتكبر تكبر، لاحظوا، تكبر تكبر تكبر، بحيث أنت تكون، بحيث، اكتب هذا، أنت تكون حلزونيات ضوئية كونية، هذا مهم الأمر. نعم، لأن تصميم الدي ان اي بتاعنا تصميم كوني حلزوني، تصميم كوني حلزوني، فبهذا التمرين أنت ترجع إلى الضوء أو إلى حقيقتك الخالقة، حقيقتك الخالق، هذا تمرين جدا مهم. التمشي في الطبيعة، أكتب هذا، ومباركة نفسك، مباركة الأرض، مباركة الأكوان، الاتحاد مع طاقات النجوم، تقول اتحد مع روح النجوم، يعني أنت من خلال هذه التمارين وهذا الفهم ترجع إلى حقيقتك أنت كل الأكوان، أنت طاقات أبدية من الخلق الأبدي. استلموا شباب الضوء اليوم وكل يوم، خير الأكوان، محبة الأكوان، واعرفوا أخواني وأخواتي أنتم طاقات أبدية من الحب الأبدي، من السلام الأبدي، من الخلق الأبدي، أضواءكم تنير كل الأكوان. آمين آمين آمين.